تعزيزات عسكرية ضخمة في طريقها إلى جبهات ريف حما في أخبارنا لهذا اليوم. مساء الخير متابعينا. ذكرت مصادر إعلامية موالية أن النظام السوري استخدم المزيد من التعزيزات العسكرية إلى جبهات القتال في ريف حما الشمالي الغربي. من جهتها دفعت فصائل المعارضة بتعزيزات عسكرية أيضا إلى الجبهات القتالية في ريف حما، تضمنت آليات عسكرية ومدرعات وعناصر مسلحة. قال الناطق الرسمي باسم جيش العزة النقيب مصطفى معراتي إن معركة كفرنبودة يجب أن تدرس في الأكاديميات العسكرية العليا. وأكد معراتي تكبيد قوات النظام خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في المعارك الدائرة بريف حما. كشف قيادي بارز في المعارضة السورية تزويد تركيا للفصائل المقاتلة بصواريخ مضادة للدروع. وقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوسائل الإعلام إن تركيا زودت الفصائل بصواريخ نوعية مضادة للدبابات من نوع تاو الأمريكية، بالإضافة لذخائر كاملة للمدفعية. قالت مصادر إعلامية مطلعة إن أجهزة الأمن المصرية أصدرت قراراً يقضي بإطلاق سراح الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين. وكان حسين قد اعتقل في كانون الأول عام 2016 في القاهرة بعد أن بثت قناة الجزيرة فيلماً وثائقياً عن دور الجيش المصري في الحياة السياسية والنشاط الأمني في البلاد، وهو ما أغضب السلطات المصرية حينها. انخفض سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبطت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية ليصعد الدولار إلى 6.12 ليرة، حيث بلغت خسائر الليرة حوالي 13% أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الحالي. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتماد مشاركة 32 منتخباً ببطولة كأس العالم التي ستقام في دولة قطر عام 2022. وقال الاتحاد الدولي في بيان له إنه نظراً للظروف الراهنة فإن المقترح الذي تبناه رئيس الفيفا لن يكون ممكناً في الوقت الحالي. كانت هذه أخبارنا لليوم. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. نراكم مساء الغد بأمان الله.